بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله حنكلمكم عن نبات العلاف البونيكام. البونيكام نبات نجيلي معمر، طول النبات يصل إلى 2 متر وعمر النبات من 5 إلى 7 سنوات، ولكن الأفضل يتم تغيير النبات واستبداله بعد 5 سنوات من الزراعة. موعد الزراعة في عروتين، العروة الأولى من شهر مارس حتى شهر مايو، والعروة الثانية من شهر سبتمبر حتى شهر نوفمبر. لا ينصح بالزراعة في أشهر البرودة. بالنسبة لتحمل الملوحة، البونيكام بيتحمل ملوحة حتى 12000 ppm، ولكن إذا تمت الزراعة في 12000 ppm المردود غير مجدي. لا يجب زراعة البونيكام في ملوحة أكثر من 6000 ppm. يمكن زراعة البونيكام تحت الرشاشات أو بالتنقيط أو في أحواض بالغمر، ولكن إذا تمت الزراعة بالغمر فيجب عدم الري الغزير للبونيكام، لأن البونيكام لا يحتاج إلى كميات مياه كبيرة. وإذا تمت الزراعة بالرشاشات العادية أو الرشاشات المحورية فالأفضل أن احنا نقوم بتشتيل النباتات بعد الزراعة في الصواني. وإذا تمت الزراعة بالنقاطات فالأفضل استخدام ليات أو خراطيم 40 سنتي بين كل نقاط والتاني، لأن النبات بيفرش المجموع الجذري والخضري بتاعه، فبيحتاج مساحة أو مسافة بين كل نبات والتاني تقريبا 40 سنتي. بالنسبة لحش البونيكام في الصيف ما بين شهر إلى شهر ونص، وفي الشتاء ما بين شهر ونص إلى شهرين. نسبة البروتين في البونيكام بتوصل تقريبا 22%، لكن بتقل إذا قلت نسبة التسميد. تسميد البونيكام بيكون معنا اليوريا والسوبر فوسفات فقط، بيحتاج إلى اليوريا والسوبر فوسفات، ويمكن الاستغناء عن سوبر فوسفات واستبداله بحمض الفوسفوريك. كمية انتاج الهكتار من البونيكام، الهكتار هو 2.4 فدان، أي 10000 متر مربع. كمية الانتاج الجافة سنويا تقريبا 25 طن، والمادة الخضراء تقريبا 55 طن للهكتار الواحد. ننتبه ان بذور البونيكام صغيرة جدا جدا، يعني كيس 500 جرام تقريبا في 200000 بذرة. الكمية 200000 بذرة. دي بذور البونيكام. أربع أو خمس بذور في كل عين، بعد كده إن شاء الله تتشال وتنزرع في الأرض الأرض المستديمة. بعد كده بننزل البذور تقريبا نص سنتي أو 1 سنتي تحت في التربة. يعني تقريبا بالأفتنة 3 أفتنة. 3 أفتنة، الكمية دي تكفي 3 أفتنة. تنمو في كام يوم. البونيكام ده تم حشو أمس، ده 20 يوم، إن شاء الله بنشوفها بعد كام يوم، هنشوف سرعة النمو بتاعته كام. هنزرع هنا على أطراف الأقطار. بسرعة ازاي في النمو؟ بعد يوم واحد من القص، يوم فقط. سريع سريع في اليوم الخامس. بصور بعد القص عشان كده المنطقة أظل شوية.
بعد 14 يوم ما ادري بس.